تسديد تكلفة الحج وتذكرة السفر معا هو الإجراء الجديد الذي أقره الديوان الوطني للحج والعمرة لحجاج بيت الله الحرام هذه السنة، بعدما كانت هذه العملية في السابق تدفع على مرحلتين، ما شكل مشقة لزوار بيت الله. جديد هذا الموسم وبالنسبة لعملية دفع التكلفة والتي كانت في المواسم الماضية تدفع على شطرين. الدولة الجزائرية تسعى دائما في تحسين عملية تنظيم الحج، ومن ذلك ومن خلال تنظيم عملية الحج تخفيف الإجراءات على حجاج الميامين، حيث أن هذا الموسم سيتم دفع تكلفة الحج بالنسبة لحجاج الميامين دفعة واحدة. تقديم جواز السفر البيومتري للحجاج أمر ضروري أثناء عملية التسديد على مستوى شبابيك بنك الجزائر. النقطة الأساسية والتي لم تكن في المواسم الماضية، حيث كانت دفع التكلفة لا يشترط فيها جواز السفر البيومتري، وهنا نذكر وننهي إلى علم كافة حجاجنا الميامين إلى أنه ابتداء من هذا الموسم إن شاء الله تعالى أن عملية دفع التكلفة يجب أن يكون الحاج يعني إجباريا عليه أن يصطحب جواز سفر بيومتري. تبسيط الإجراءات والتخفيف على الحجاج هو ما تعمل عليه السلطات قبل الانطلاق نحو البقاع المقدسة في رحلة العمر وإتمام الركن الخامس.